ايه الرزع والخبط ده كله؟ انا مش صدقت العصابه هديت ونمت لها شويه. احنا يا اخويا جايين نطمن على البنت، فيها حاجه دي؟ بنت جرالها حاجه؟ هي فين سمارة؟ سمارة نامت. انا مش صدقت انها نامت، ليه عاوزين تزعجوها تاني؟ خش خش. يسترك يا اخويا يسترك. يعني انت مطمن النار ما طالتش بنتي بعد الشر ما طالتهاش؟ طمنا يا معلم، دي بنتنا ملناش غيرها. يا عم بنتك بخير وانا قدامك اهو بخير. احنا لما وصلنا لقينا الكباريه بيتحرق. ومين حرق؟ هتكون مين يعني؟ واحد ابن مؤذيه له مصلحه في كده. الله، واشمعنى يعني ما لقاش غير كباريه سمارة بنتي ويحرقوا؟ هو مين ده؟ اللي نشك في عينيه، المؤذي ابن المؤذيه اللي حرق الكباريه يا معلم. عموما بكره هنعرف كل حاجه. انا سايبهم في القسم والتحقيق شغال على ودنه. بقول لك ايه يا معلم، ممكن اطمن على بنتي لو سمحت يعني؟ في ايه يا عمنا؟ ما انا طمنتك عليها ولا انت ما بتصدقنيش؟ انا جبت لها دكتور يكشف عليها؟ الله، انت جاي تفاول عليها؟ اجيب لها دكتور ليه اذا كان ما حصلهاش حاجه؟ الله، ما اللي بيكلم مجنون واللي بيستمع عاقل. لما هي ما حصلهاش حاجه مش عايز تدخلني عند عليها يا معلم. انا برضو مش تعال تعال تعالوا 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 طمني حالك بالظبط، عرفتوا حاجه؟ اه طبعا عرفنا، ده احنا من ساعه ما الكباريه بتاعك اتحرق واحنا شغالين ما بنونش، ما حدش فينا نام لغايه دلوقتي. يعني عرفتوا مين اللي حرقه؟ اه عرفت. مين؟ ماس كهرباء. ماس ايه؟ كهربائي. خبير المعمل الجنائي قال ان سبب الحريق ماس كهربائي. ايه الكلام اللي انت بتقوله ده يا سعاده الظابط؟ عايز تفهمني ان حته ماس قد كده يحرق كباريه ثلاث ادوار؟ ده انا صارفه دم قلبي على عفشه الكهرباء واللي عملها كمان ناس خواجات. اظن خبير المعمل الجنائي ملوش اي مصلحه في انه يقول الكلام ده، وخصوصا الراجل ده يعرف ربنا وعنده ضمير. انا ماليش دعوه بالكلام ده، انا عارفه كويس قوي مين اللي حرق الكباريه بتاعي. دي فعل فاعل. فاعل؟ مين الفاعل؟ اصحاب الكباريهات اللي حواليا. طول ما انا كنت شغاله ما حدش فيهم كان بيعتب عندهم ولا صريخ من يومين كمان. ما احنا ما ينفعش نتهم الناس بالباطل من غير اي اثبات او دليل. هو انتوا كنتوا جبتوهم وحققتوا معاهم من اصله؟ ما البلد مليانه كباريهات، معقوله هنخش بقى كل كبارين جرجر صاحبه ونجيبه نحقق معاه؟ اتهمنا انت واحد واحنا نجيبهولك نحقق معاه، بس لو طلع مظلوم انت اللي هتتحملي المسؤوليه. يعني المطلوب مني ايه؟ اقعد احط ايدي على خدي واستعوض ربنا في الفلوس اللي حطيتها في الكباريه؟ والله بقى احنا عملنا اللي علينا والموضوع في الاخر طلع قضاء وقدر، حاجه بتاعت ربنا كده، هنعمل فيها ايه؟ تصدق وتؤمن بالله انا عارف انك كنت هتقول كده. هتأيدوها ضد مجهول. اذا كان القتيل اللي اتقتل عيني عينك ايدتوها ضد مجهول، هتيجي على الماس الكهربائي. نحمدي ربنا واشكريه انك رحت الكباريه متاخره. طب والله ساعد الكلام ده بقوله لها من امبارح. ده انا حتى نويت اتبع عجل واعمل ليله لاهل الله عشان ربنا نجاها. تعرف يا ست سماره، لو كان اللي حصل ده بفعل فاعل زي ما بتقولي كان استنى لما توصل الكباريه وتترستقي وبعدين عمل عمليه. يا عم فال الله ولا فالك، ما تفولش عليها على الصبح، ما صدقنا ربنا نجاها بالسلام. يا جدع انت، انا قصدي ما تقولش يا عم، مش ناقصه قواله. فيا يا دنجل؟ ده انت ناقص تقف بنبوت على باب بقي. ما تسيبنا نكمل يا جدع. ما تسيبه يا اخي يتكلم، انت مش عايزه ينطق ليه؟ يا ست يا ريته بيتكلم، ده بيحدف دبش عليك على الصبح وبيفول عليك. وانت على سبتنا اكمل؟ انا قصدي اقول لو بفعل فاعل زي ما بتقولي كان هيبقى قصده سماره مش قصده الكباريه. هو هيعمل ايه بالكباريه؟ ما ممكن تشتغل في اي كباريه تاني. هو قصده سماره مش الكباريه. كلام حسن مظبوط يا ست الكل، هم عايزين يعطلوكي وبعد كده يجي لك واحد منهم يعرض عليكي تشتغلي وياه وتوافقي لو يدراعي. يعني انا ما حدش يعرف ايه الودراعي. طب اياك حد فيهم يهوب ناحيتي ويقول لي تعالي اشتغلي معايا، ساعتها هدفعهم دم قلبهم. واحنا مش محتاجين لدم قلب حد يا سماره. الله، احنا خلاص هنقفل موضوع الرأس ده وكفايه اللي حصل.
ايوه ما بصراحه كده انا قلبي ما يطوعنيش انك تشتري الشغل دي تاني. الله انت محتاجه 1100 فل على كلامك يا معلم. اهو ده الكلام اللي كان نفسي اسمعه من الصبح. طول عمر المعلم سلطان بيقول كلام يرم النافوخ. انتوا تقصدوا ايه؟ من غير ما تزعلي يا ناس الكل، ما يصحش مرات اكبر معلم بنته جار الصنف اشتغل لما مؤاخذه في كباريه قدام اللي يسوى ولا ما يسواش. تعجبنا يا سعد وربنا تعجبنا يا سعد. سامعه بيقول ايه؟ هذا الكلام اللي كنت عاوز اقوله من اول ما اتجوزنا. خص عليك يا معلم سعد، جيت في صف السلطان كانش العشم يا راجل. انا جيت في صف الحق يا ست سماره. وعلى فكره انا كمان مع الكلام ده. ست سماره انت مرات المعلم بتاعنا، يعني اللي يمسك يمسنا. انت الملكه واحنا رجالتك. حسن سمرة انت عمرك سمعت عن ملكة ترقص في كباريه؟ الله الله عليك يا حسن. الله 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 كلامك دغري نخشش في نفوخي. يا سلام مغلوطش اللي سماك حسن الجن. هو الا الله الله يا معلم، على اساس ان سلام حجازي بيغني يعني؟ ما احنا ممكن نطبل احنا كمان ونقول اي كلام. يا ختنه انت خليك في خيبتك. وبعدين يا معلم ما قلناش تم زي ما انت عايز، واللي انت مكسوف تقوله اكتبهولي وما صحش كده قدام الصبيان. صبيان ايه يا دنجر؟ ما تفطمه يا معلم. سيبك منه. عارف يا ست سمارة لو عايز تشتغل تعملي ايه؟ اعمل ايه يا سعد؟ تشتغلي معانا. نعم يا اخويا اشتغل معاكو. واشتغل معاكو ايه بقى ان شاء الله؟ معلمة جنب المعلم. اشتغل معانا اهو ماله؟ نفكر فيها يا معلم سعد. وليه الشغل من اصله؟ وانت لا سمح الله راسك حاجة؟ طب شاور انت على نفسك فيه وشوف انا هعمل ايه. امال عايز نقعد كده لا شغل ولا مشغلة؟ لا ما بإذن الله بإذن الله هتلاقي اللي يشغلك. عايز نعمل ايه يعني؟ املي عليا البيت عيال. اصل ما كانش ليا نصيب مع كل النسوان اللي اتجوزتهم. ربنا ما رزقنيش بنعمة الخلفة. بس بقى في حاجة جوايا بتقولي يا سلطان ربنا هيعوض عليك بمراتك سمارة، هي اللي هتملى عليك البيت عيال. بقى عايز تفهمني ان نسوانك التلاتة ما عرفوش يخلفوا منك، وانا يعني اللي هعرف اخلف؟ اه ضميري بيقول لي كده. اخس عليك يا سلطان، تبقى انت متجوزني عشان عايز نخلف لك وبس. وانا اللي قلت ان انت اتجوزتني عشان بتحبني. طب افرض بقى طلعت زي التلاتة اللي سبقوني وما خلفتش، هتعمل فيا ايه؟ هترميني في الشارع زيهم؟ لا 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 ممكن ابدا. ايه اللي انت بتقوليه ده يا سمارة؟ انا اتجوزك انت عشان بحبك انت يا سمارة. صدقيني انا مفيش حاجة في دماغي من اللي انت قلتيه ده كله. انت عندي اغلب الدنيا دي كلها يا سمارة. طب افرض جبتلك العايل تبقى اغلى واغلى. شفت برضه غلطتي هتزيد عندك عشان هخلف لك. حرام عليك يا سماره، ما تعذبينيش اكتر من كده. انا بحبك بحبك يا سماره صدقيني، ومستعد اعمل اي حاجه عشان ترضى عني. كذاب. لا يا سماره لازم تصدقيني، اعملي معروف صدقيني. اقول لك حاجه، اطلبي اي حاجه شوف انا هعمل ايه. احط لي فلوس في البنك باسمي. احط لك اللي انت عايزاه. تحب احط لك كام؟ حط لي قد غلاوتي عندك بالظبط يا سلطان. بس كده هنشحت. اهو انت كده يا سماره بنت عليات بحق وحقيق. عايزاك يا بنت كل اللي تقوليه تاخديه، عايزاك تقشطيه وتحلبيه. بس على الله ما توقعيش في راجل وتحبيه ويجي هو يشيل الجمل بمحمل ويقشطك. ايه الكلام الماسخ اللي انت بتقوليه ده ياما؟ ليه؟ شايفاني لسه عيالة صغيرة بتمص في صوابعها؟ فاشر يا حبيبتي، انا ما قلتش كده. بس انا عارفة الرجالة كلها كويس قوي وعارفة ألعبها. الراجل من دول يا بنت عامل زي التعبان، اول ما يسخن ويتدفى يطلع من جحره ويقرص القرصة اللي هي. ما تخافيش ياما، محدش يعرف يعمل معايا كده. لا في راجل يطلع ولا راجل يقرص.
كان غيري كشتر يا نن عين امك. الحب ملهوش كبير يا سمارة. عارفه يا بنت، لو انت شلت الحب ده من قلبك وحطيتي بداله حجر هتبقي فوق 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 في السبع. ايوه ياما، بس انا مش عايزه اخلف من الراجل اللي اسمه سلطان ده، كل شويه عمال يزن على وداني. انا ما ينفعش برضه اخلف من راجل ما بحبوش. لسه بقول عليكي كده، طلعتي كده قطيع. طب يا ريت يا ريت يا سماره تحبلي وتشيلي منه، ساعه هو لما يعرف ان انت حبله تطلبي حباب عينيه هيطلعها ويحطها تحت رجليكي. بس نعمل ايه؟ انا على راي المثل، الحبله اشتهته وجات المرضعه ورضعته. ما بحبهوش يوم اخلف من واحد ما بحبهوش ازاي؟ قطيعه تقطعك وتقطع الخلفه كلها. طب انا مش فاهمه ولا كلمه من انت قلتيها دلوقتي. يعني ايه؟ افهمك يا عتاه. بصي، مقصد كلامي اللي انا قلتهولك ده يعني ممكن قوي يبقى هو اللي معيوب وما بيخلفش. بس هو قال لي ان النسوان الثلاثه اللي طلقوا هم اللي معيوبين مش هو. انت عبيطه يا بنت ولا شكلك كده؟ نهار اسود. انا على راي المثل، لو ما اشتكى العيان على وشه وعلى جسمه يبان. طب وال15 اللي قبل كده هم كمان كلهم معيوبين؟ يعني انت تقصدي ان العيب فيه هو مش فيهم هم؟ اسمعي يا سمار، اوعي يا بنتي تجيبي سيره الموضوع ده ولا تفتحيه قدامه ابدا. ما تفتحهاش ليه بقى؟ لو العيب فيه يبقى عندها حق تطلق. يا اخي ارحمني بقى. هو انت ايه؟ انت هو انت راجل ايه؟ انت راجل عندك مخ؟ ده انت حاطين ايه؟ انت عايز ايه؟ عايز البنت تيجي تقعد جنبك وتسيب الحس والنخنخه اللي هي فيه عشان تلاونك ازازه منوع المراتيش اللي انت بتدفعه كل يوم، وبعدين تقول سلامات يا بار. بس معلش يا بار، لو انت مش مبسوطه فوزك كده ما تعوضهاش. معلش يا بار، افتح من قرفك ليه؟ انا على قرفك يا هتموت. انا عشان خاطر بتحبك وتموت فيك والله العظيم حقك عليا. انا بحبه. بحبه ايه؟ حبه مرس الحب ما هو الا وراح. بقول لك ايه؟ قولي لابوك يبعد عني، حاطط على قلبي حجر. يا سبحان الله يا اخويا، خلاص ما بقاش في كلام حلو زي زمان. فينش ماني فينش حب. اديك قلتها يا اخويا، فينش ماني فينش حب. صدقيني يا بنتي اللي بتقوله ده مش كلام، ده سلمى عايزه تسمن بيه حياتها. سلمى لما يسمنها بقى، حرام عليكم يا راجل. لميتوا علينا الحاره. طلعت عينيا، انت عايز مني ايه؟ بقول لك ايه؟ خش اوضتي يا اخويا، خش اوضتي وافتح الدولاب، الدرجة بتاعتي هتلاقي فيها ازازة خمرة هتمسدك وتريح دماغك. اجري يلا خور. تعرفي ان دي اجمل حاجة قلتيها ليلى؟ اكسكيوز مي. اكسكيوز مي؟ انت بتشتمني؟ شايفة؟ شايفة ابوكي بسمتك يا سمارة؟ الراجل ده يتعاشر. هو انت معاشرة اصلا ياما؟ ما تخلي الطلاق مستور بقى يا شيخة. كده كده يا مسعود، كده تخلي البيت تشخط بيا وتزعل مني انك لله يا شيخ؟ ده حتى يا بابا ما بقاش يتصل بيا. انا هفضل على الحال ده لامتى بس؟ هنعمل ايه يا حبيبتي؟ حظك كده. ماله حظها؟ مش هي اللي اختارت ولا علشان خطيبها ابن اختي؟ طب يعني هتفضل سايبها كده؟ ده انت عضو في البرلمان ووكيل الحزب وكل الناس بتعمل لك حساب، ومع ذلك ما انتش عارف تعمل اي حاجه لخطيبها. انا من كام يوم اتصلت برئيسه في اداره المخدرات وطمني عليه. هو انا يا بابا هفضل اطمن عليه كده وبس؟ ما تشوف حد يا بابا ينقله من الشغلانه اللي هو فيها دي. ايوه حقيقي يا عم مجيد، ما تحاول ترقيه وتجيبه في حته قريبه. مش معقوله يعني بعد الجواز يبقى هو في ناحيه وهي في ناحيه، دي حتى ما تبقاش عيشه. بكره يترقى ويبقى ضابط كبير ويقعد هنا على مكتب، ومش هيقوم بالمهمات اللي بيقوم بيها دلوقتي. اه، والمفروض بقى ان احنا نصبر ونستنى لما ابن اختك يترقى. اصبروا، في امل كبير ان كريم يمسك وزاره الداخليه بعد الانتخابات، وساعتها بقى هطلب منه ياخده عنده في الوزارة، ولا علشان ابسطكوا اكتر هخليه يعمل له مكتبه هنا في السرا. جرى ايه يا عم مجيد؟ بتتريق ولا ايه؟ انت بتتكلم عنها كانها مش بنتك.
افرض بقى يا بابا انتوا ما كسبتوش الانتخابات، انا هفضل على الحال ده؟ ايه؟ ما كسبناش الانتخابات؟ يعني ايه ما كسبناش الانتخابات؟ هو حزبنا ده ايه؟ اي كلام؟ ده حزب الشعب يا بنتي. يا سلام، وساعتها بقى هيعملوك ايه؟ وزير؟ انا يكفيني اخدم بلدي من غير اي منصب سوى وزير او رئيس وزراء. امال اللي انا عملته للبلد ده كله ايه؟ ها؟ دول كانوا عايزين يعملوا لي تمثال وانا رفضت. طب تقدر تقول لي يا عبد المجيد عملت ايه مع اللي قتل ابنك؟ مش لما اعرفه الاول. مش البنت اسمها ايه دي قالت لك عليه وقالت لك انها اتجوزته؟ قصدك سماره يا ماما؟ ايوه قصدي زفت سماره. عملت ايه مع جوزها؟ بس انت عجبتني يا ابو علي لما قلت لسمارة تشتغل معانا. صراحة انا ما كنتش بالع مسألة ان احنا نشتغل مع معلمة بتسهر وترقص قدام اللي يسوى واللي ما يسواش. يا ريتها بترقص وبس، دي كمان صاحبة الكباريه. ايوه اهو ده بقى قال عن واضل سبيل، وانت عارف كويس قوي يعني ايه صاحبة الكباريه. عارف طبعا، علشان كده انا امنت على كل كلمة انت قلتها. بس تفتكر هي زعلت من كلامي؟ يا عم تزعل ولا ما تزعلش، هي حرة. اصلها كانت عيبة كبيرة قوي في حقك وفي حق ابو علي. ده احنا كنا هناكل تريقه يا جدع. كان اقعد اقول لك اهو، شايف دول اللي عاملين الرجاله دول شغالين مع واحده بتسهر وتفتح وبتسكر مع الزباين. لا 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 لا، هي الصراحه من الناحيه دي ما بتشربش. تعالى اشعرفك يا معلم سعد، كنت عايش معاها في الكباريه. لا اصل انا كنت قاعد معاها مره ساعه لما كانت شغاله في القهوه بتاعت امها، عزمت عليها بكاس ما رضيتش تشرب معايا، شربت هي تمر هندي. تمر هندي. هيا يا معلم سعد، سمرة دي بنت جدع رغم كل الظروف اللي هي عايشة فيها دي، إنما قلبها نظيف. يا أبو علي، البنت نغبشت في قلبك ولا إيه؟ لا يا معلم سعد عيب عليك، أنا عمري ما أبص لمرات واحد تاني أبدا، خصوصا يا معلم سعد لما تبقى مرات المعلم بتاعي. يعني أنا لو طلبت من سعد وحسن الجن إنهم يجوا يقابلوني هييجوا يقابلوني؟ اه طبعا يوافقوا يقابلوك، دول يتمنوا يا معلم، بس هما بصراحة يعني خايفين عليك يا معلم. خايفين عليا من ايه بقى؟ ما انت عارف يا معلم، البوليس بيدور عليهم ومنكاش، يعني هيمشي وراهم يقطرهم يوصلوا لك تقع الفاس في الراس. اه ده عيب، ده انا المعلم فتوح، لو حبيت اجيبهم عشان يقابلوني ولا الدبان الازرق يعرف لهم طريق جره. طبعا يا معلم انا عارف انت ابو التفانين. يا دي النيله، ما تبطل كلمه معلم دي. اه قلت لك انا باسم سعاده البيه. سعاده البيه ماشي يا معلم، قصدي ماشي يا سعاده البيه. عايزك تعرف لي اخبار سلطان وسماره اول باول، راحوا فين، بيعملوا ايه، ايه اللي في دماغهم بالظبط؟ ناويين بعد ما الكباريه اتحرق يرجعوه تاني ولا صرفوا نظر؟ اصل بصراحه بقى البنت سمارة دي وحشاني قوي قوي قوي. ليك حق يا سعادة البيه، وهي دلوقتي بقت حاجة تانية خالص، حاجة ايه؟ قشطة على المهلبية. يخرب عقلك، ده أنا بموت في المهلبية. أنا بقى هغيرها خالص، هلبسها لبس ما حصلش وأجيب لها العربية اللي هي. وهتعمل ايه في المعلم سلطان؟ احرق قلبه عليها زي ما حرق قلبه. هتقول لي يا معلم انت ناوي على ايه عشان ابقى معاك على الخط يعني؟ انت اللي مش قادر تفرق وتقول لي يا سعاده البيه وعمال تقول لي يا معلم يا معلم، ادخلك في حاجه كبيره زي دي؟ كتر خيبه يا شيخ اتنين. طب اقول لك ايه، لا ليك دعوه لا بسماره ولا بسلطان من دلوقتي، مفهوم؟ حي ربنا يرضيك يا معلم سلطان، ربنا يخليك لينا يا رب. صباح الفل يا معلم. دينا جمل يظهر ان احنا هنبقى تجار فاكهه بحق وحقيقي. فين يا دي البضاعه ده، انا نسيت شكلها. هنعمل ايه بس يا معلم،
اللي انا مستغرب له اه معلم ان سعادة البي اختفى كده من غير لقاحم ولا دستور. طيب مش قلت ان سفجاري ردت فيه الروح ولا ده كان كلام اوانطة؟ اوانطة ازاي بس يا سيد المعلمين؟ ده انا سامعه بوداني زي ما انا سامعك كده. امال ايه اللي خلاه خرس مره واحده؟ هنعمل ايه يا معلم؟ تلاقيه عبد المأمور زينا. انا مش عبد المخلوق، فاهم؟ انا مش قصدي عليك انت يا معلم، ما تفهمنيش خطا. اذا كان على البضاعه انا مش هغلب، هعرف اجيبها منين. وترد على التليفون ياض يا ريس دونجل. ما انت قلت مفيش حد غيرك انت والمعلم هو اللي يرد على التليفون. كلامك مظبوط يا مضحك. ماشي يا ريس، هرد انا على التليفون. يعني يا عنبة. ايوه معلمي. امورنا معلمي. وديت طلبات للست؟ كله تمام يا معلم. وجزار قطع لك اللحمه من بيت النوح؟ زي الفل، تاكلها بالهنا والشفا معلمي. الست سماره بتقول لي ودي صندوق تفاح لبيت المعلمه عليات. صندوق تفاح بحاله المعلمه عليات؟ ايوه معلم. المعلمه عليات هتاكله ولا هياكل الواد البلطجي بتاعها؟ يا معلم بتقول لك اصل مسعود افندي صحته بعافيه شويه. ماشي، إذا كان عشان مسؤول أفندي يوديه اللي هو عاوزه، ده مهما كان، كان راجل ابن عز. قوم يلا شوف شغل. معلم قوم ياض. تليفون عشانك يا معلم. مين ياض؟ اللي بيجي على السيرة يا معلم. بسم الله الرحمن الرحيم. بتتكلم جد؟ أيوة يا معلم. أيوة. اسمع أنت يا معلم الصوت بقى وتأكد بنفسك. ألو سفنجري؟ حمد لله على السلامة، ألف حمد لله على السلامة يا سفنجري. هو ايه اللي حصل؟ وربنا ما انا مصدق اللي حصل ده. ده الواد دونجر وراني الجرنان وصورتك فيه شر بره وبعيد منوره وتحتها مكتوب الكتيل. هو ايه اللي حصل؟ ولاوي يا معلم سلطان، ما هو هيك بيكون الشغل. طب مش اقولك عاد ان سعاده البي كمان طلع لي شهاده وفاه. ولاو لكن كنت هتدفن كيف؟ بس اعمل حسابك يا سفنجاري، لو مت تاني مش هيرضوا يدفنوك. اه هيقولوا ان الميت ده اتدفن قبل كده. يخرب سور بيتك يا معلم سلطان، ده انت طلعت ابن نمره على راي المصريين. ده ايه ابن نكته كمان. ما علينا. مين الست ناني؟ مين الست ناني؟ طبعا طبعا اكيد شغاله معانا. ايه ما انت عارف سعاده البي بتاعنا بيحب يشكل وعلى كل لون. ما علينا، خلينا في موضوعنا يا معلم سلطان. انت تلزمات بضاعه قديش؟ شو 300 وقه مره واحده؟ لا لا يا معلم سلطان، يا واش يا واش، خف شويه، الموج عالي الايام دي. طيب على العموم انا راح ابلغ سعاده البي بطلبك. لا لا عن قريب ان شاء الله. مع السلامة. مع السلامة. خير يا معلم؟ كله حيبان يا دونجل. ايه رأيك بقى؟ تمام يا معلم؟ يا دي النيلة على معلم معلم معلم. اسمي سعادة البيه. لا مؤاخذة يا سعادة البيه. بس ايه موضوع نامي دي؟ مؤاخذة بقى، حضرتك قادرة يا سعادة البيه. أنا كلفت الموضوع ده عشان الزبون لا مؤاخذة يحس إن أنا راسي على كل حاجة. بس أنا اللي مستغرب له، هو سعادة البيه من إمتى بيشغل معاه نسوان؟ هو أنت هتستلم البضاعة إمتى يا سلطان؟ بعد بكرة إن شاء الله، بس في مشكلة في نقلها. ليه بقى؟ بفكر ازاي هنمشي بيها. هو انت مشغل معاك نسوان قد ايه؟ وليه السؤال ده بقى؟ يا سلطان انت عارفني، احب اسال السؤال اخد الاجابه على طول. علي على طول اهو، خدي عندك مرات دونجل ومرات حسن ومرات مضحكه ومرات عنبه والبنت اللي مات صاحبي الساعه. ما ينفعوش.
ابوك عشان يخلص. بالراحه يا سلطان، هما مش صبيان هنا. امال يعني دونجل هو اللي صابي ولا ايه؟ بطل يا اخوي، عاوزين نخلص. يا سيدي انا هقوم بقى يا معلم صالح. مستعجله قوي كده على ايه؟ يوه انا وانت قاعدين هنا والقهوه لوحدها. ما الولا بندق هناك. المال السايب بيعلم السرقه. يا شيخه حرام عليكي، الواد بندق ده غلبان وعايز ياكل عيش. وماله، مفيش حاجه مضمونه اليومين دول، وعلى راي المثل حرس ولا تخونش. عارفة أنا نفسي في إيه؟ نفسك في إيه يا معلم صالح؟ نفضل قاعدين مع بعض كده ليل وأيام نهار. يا أخويا بلا خيبة، إحنا حالتنا غير القعد مع بعض، ما قاعدين مع بعض ليل وأيام نهار. أنا قصدي يعني يبقى البيت ده بيتك. قصدك نتجوز؟ يا ريت. يا ريت يا اخويا يا ريت، بس هعمل ايه في متعوس على خايب الرجل اللي انا في ذمته ده؟ اوه انا ما بقتش اطيق اسمع سيرته. امال انا بس اعمل ايه اللي قاعده معاه في بيت واحد؟ هو ما مشيش وراك النهارده عشان يراقبك؟ المرض هده وقاعد في البيت زي قرد قطع. طب ما نخلص منه ازاي بس يا صالح؟ ده انا من ساعه يا اخويا ما انت خرجت من السجن وانا ريقي ناشف اقول له طلقني، لا عايز يطلقني ولا عايز حتى يموت. بسيط، نشوف له الطريقه نصالحه بيها على عزرائيل. سيبك من عزرائيل دلوقتي وقول لي، التفاح اللي انا جبته لك من الصندوق اللي جايبه المعلم سلطان لمتعوز عجبك؟ يعجبني. فكرتيني، انا كنت عايز منك خدمة. اخص عليك يا صالح. خدمة؟ ده انت يا اخويا تؤمر وانا علي التنفيذ. عايز اخش في زوارق المعلم سلطان واشتغل معاه وابقى واحد من رجالته. ايش معنى يا صاصه؟ انت تخشي لي قافة يا لولو، وانا لما اشتغل معاه الخير هيعم عليا وعليك يا روح قلبي. ايوه يا صالح، بس الشغل مع المعلم سلطان خطر. امي فطمتني من فوق يجي 40 سنه، انا صالح ابو شفتوره اللي سد في اي شغلانه. خلاص يبقى الكلام مش مع المعلم سلطان. امال مع مين؟ مع دونجل؟ لا او دونجل ده ايه؟ الكلام يبقى مع المعلمة الكبيرة. قصدك سمارة؟ جرالك ايه يا صالح؟ هو المعلم سلطان متجوز غير سمارة بنتي؟ تاهت ولقيناها كده، يبقى زيتنا في دقيقنا وزي الفل. يو بقى مالك جوزك شبرين ليه يا فتحية؟ يعني مش عارف ليه يا حسن؟ من ساعة ما خرجت من السجن وانا مش عارفة اتلم عليك. جرالك يا فتحية، اللي يسمعك كده يقول ان احنا خرجنا من السجن بكيفهم. يا ست احنا هربانين والبوليس هيفضل ورانا. لو نبقى معلم سعد. اشهد بالحق يا معلم سعد، لحد امتى الحال ده هيفضل كده؟ معلش يا فتحية، الصبر حلو برضه، مين عارف ايه اللي هيحصل بكره؟ وبعدين انت بفضل الله مش ناقصك اي حاجه، لا انت ولا العيال. مش ناقصني؟ هل مش ناقصني ايه؟ ايه؟ ايه اللي ناقصك احكي لي؟ ناقصني انت يا حسن، انت كنت مالي عليا كل حياتي، بتنور بيتي ودخلتك عليا. يا ساتر يا اخويا، اسلم ولا اقول ده السور الاول؟ احنا مش قلنا نخف الرجل عن هنا شويه؟ انت قصدك فتحيه دونجل ولا حد تاني؟ هو في حد هنا تاني ولا ايه يا عم حسن يا جن؟ يعني بلاش ياكل لهم لقمه حلوه؟ اشمعنى مراتك كل يوم بتزغطك؟ انا خايف عليهم يا فتحيه. ما تخافش، انا واخده بالي كويس قوي. واخده بالك من ايه ولا هتاخدي بالك ازاي؟ افرض البوليس قطر كنت جاي لحد هنا، هنعمل ايه؟ خلاص بقى يا دونجل، فتحية عارفة كل الكلام ده. خلينا بقى في المهم، ايه سبب الزيارة الكريمة دي؟ سبب الزيارة الكريمة؟ ومال؟ نقول لك يا معلم سبب الزيارة، تفتيش. ايه تفتيش؟ جاي مفتشك يعني وكده؟ ايه ما انت حلو ودمك خفيف يا عم حسن. اصل انت ما تعرفش اصول الشغل كويس يا عم حسن، اتعلم بقى من رئيس دونجل. انا احب امر على المخازن بتاعته واطمن على بضاعتي.
طب ما تيجي انزلك التربه اهو تجرد وترتاح. وكمان بتتريق على الرئيس بتاعك. والله ما لميت نفسك يا دنجل لاثر عليك طريق حياتك وهتفينك دلوقتي. سيبه يا معلم سعد خليه ينفش ريشه قدام البطه بتاعته. طب لما انت عايز تدفي بقى ما تغير اسمك وتسمي نفسك حسن الطرب. يوه انت هتفضلوا تتنقروا كده؟ الا قول لي يا اخويا انت كنت عاوزني ليه؟ مش انا اللي عايزك يا فتحيه، معلمه سماره هي اللي عايزاك. طب مش عارف هي عاوزاني في ايه؟ ما اعرفش، هي قالت لي جمع لي الحريم وخليهم يعدوا عليا النهارده. بقيت تلاقيها عامله لهم قعده. قعده ايه يا معلم سعد؟ بس انتوا ما تعرفوش حاجه، المعلمه سماره ناويه تدخل الكار بتاعنا هي كمان. وانت مين قال لك يا دنجل ان احنا ما نعرفش؟ احنا عارفين الموضوع ده من اوله يا دنجل. ازاي؟ اذا كنت انا عارف النهارده بس. ما هو ده اللي انا بحاول اقوله لك وانت مش عايز تعرفه يا دنجل. انك هتفضل طول عمرك دونج اخر من يعلم. ازيكم يا نسوان عاملين ايه؟ الحمد لله. بس ده كتير قوي يا ست سمار. يا اختي البيت بيتكم، ربنا يجعله عمر يا ست الكل ويهدي سرك انت والمعلم يا رب. قوليلي الواد عنب لسه بيمد ايده عليك يا بنت؟ الهي يسعدك ويخليك لنا يا ست الكل، ده انت من ساعه ما كلمتيه وهو ماشي معايا ايه الف ألف وبه وجيم كمان. تعالوا نقعد، عايزة أتكلم معاكم في موضوع مهم قوي. أصل أنا مش عارفة نسوان إيه دول اللي يخلوا رجالتهم يمد إيديهم عليهم. ليه هو الريس دونجل مش شادد حلو معاكي ولا إيه؟ فشر يا حبيبتي، ده أنا أشخط فيه الشخطة رجليه يسيبوا في بعض. نعمات وزع عليهم الحلويات. عينيا ويقفلوا بقى الموضوع ده، عايزين نتكلم في المهم. خير يا أختي، عنب جوزي بأكد عليا في الراحة والجاية على القعدة دي. هو انتوا مش بتشتغلوا برضو مع المعلم في الصمت؟ ايه مالكوا اتخضيتوا كده ليه؟ هو انا لا سمح الله قلت حاجه عيب؟ لا مؤاخذه يا ست سمار، انت مين اللي قالك الكلام ده؟ ومالك يا اختي مخدوده قوي كده؟ تكونيش فاكراني هبلغ عنكوا؟ لا ابدا، اصل بصراحه ما حدش يعرف الكلام ده غير المعلم. ومين اللي قالك كده؟ المعلم ساعة؟ لا دي الأوامر وكلنا بننفذها. تلاقي اللي ينشك في لسانه دونجل هو اللي قالك. وليه ما يكونش المعلم بذات نفسه هو اللي قالك؟ ولعلمكم الشغل بعد كده هيكون معايا. يا لهوي، والمعلم موافق؟ ما يوافقش ليه؟ هو يقدر يكسر لي كلمة؟ الكلمة بعد كده هتبقى كلمتي والشورى شورتي. طب ودونجل خلاص كده راحت عليه؟ ما انا كنت جايه في الكلام وهقولك على بقيه الترتيبات الجديده. وماله يا حبيبتي؟ طب والله انت تستاهلي كل خير. كتر خيرك يا فتحيه، انتوا من هنا ورايح انتوا اللي هتمسكوا الشغل، تقطعوا في البيت وتوزعوا كمان على التجار. طب والرجاله؟ ده دونجل يمشي يكلم نفسه. اصل انت ما تعرفيش يا ست الكل ان دونجل هو ذراع المعلم اليمين. يا سلام، وحسن جوزي ايه؟ تيشه؟ ده هو الوحيد اللي كان ماسك الشغل زي ما كان ماسكه مع المعلم فتوح بالظبط. ايه يا اختي انت وهي مالك؟ المعلم سعد طول عمره معلم. ترى ايه؟ هما انتوا جايين تقسموا التركه وكل واحد تاخد نيبه وتمشي؟ ما انا بصراحه كده حاسه انك عايزه تقلبي الرجاله. مين اللي قال لك كده؟ مش هنعرف نشتغل من غيرهم. وهتشغليهم ايه ان شاء الله؟ هشغلهم حرس. ايوه، انتوا تنزلوا توزعوا البضاعه وهم يمشوا وراكم من بعيد لبعيد، اي خطر ينبهوكم. اصل انا بيني وبينكم قعدت مع المعلم كده لقيت الامور مش عجباني، ما عندوش حرس خالص. قلت له النسوان هي اللي تشتغل، محدش هيشك فيها ولا حد هيفتشها. الرجاله بقى من بعيد لبعيد، نضرجيه يعني. يا نهار اسوح، المخ ده هو ده؟ ايوه كده، خليهم يعرفوا قيمه نسوانهم. قالوا لي يا ست الستات، انت على كده بقى هتبطلي راس؟ لا اكيد الست سمارة هتشتغل في الاتنين. لا، هشتغل بس في الصنف. زين ما عملتي يا اختي، علشان بكره يقولوا ما يجيبها الا نسوانها. عندك حق يا بنت فوزية، أنا هخليهم يقولوا ما تجيبها لنسوانها.